قد يخفى على الكثير التنوع الثقافي الليبي، وذلك لتعاقب الحضارات من الجرمانتيا والبونيا والرومانية والإغريقية والبيزنطينية وصولا للإسلامية، كان سببا في تنوع الحياة الثقافية والفنية الليبية. ومن بين الفنون التي حافظت إلى حد كبير على هويتها رغم انتشارها في معظم المناطق الليبية فن الزكرة، وإلى الآن يتم استخدامها والتمتع بموسيقتها في الأفراح والمناسبات الشعبية، وتعتبر الموسيقى التراثية الأولى في ليبيا، لنكتشف أهميتها أكثر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحب نهنيكم ونحييكم من هذا المكان الموقر. طبعا العبد لله صالح ميلاد المشاي، عازف المزمار والزكرة، وكانت بداياتي في الزكرة والمزمار من سنة 89. فتعلمت المزمار طبعا، أو ما تعلمت طبعا المزمار اللي هو المزمار الآدي اللي هو المدوزن، المزمار اللي هو بتاع المقامات. فالحمد لله رب العالمين، فضل الله أني تفوقت في المزمار وعرفت كيف نتعامل مع الآلة هذه، فهمتها وفهمتني. تو خلاص قاعد نبحث فيها بعيوني إن شاء الله، يريد بلي تعال طول نهدرز نويها نهدرز نويها. ومن ثم دخلت على الزكرة. طبعا كان حياة جدي الله يرحمه الحاج محمد سعد المشاي، كان عازف مقرونة، احنا نقوله مقرونة مطريشي وزكرة، ممكن في 45، قال لي في 45 ولا 46 يعزف فيها، 45 يعزف فيها. هو مواليد 1909 الله يرحمه ويسامحه. فقعدت نتبع فيه، انا صغير زمان نتبع فيه ونشوف فيه كيف يدير، فعجبتني الزكرة دخلت على الزكرة فتعلمت الزكرة، اللي هي طبعا الزكرة تفرق المزمار الشعبي والزكرة، يعني المزمار اربع انواع او ثلاث انواع، اللي هي مزمارة المقامات اللي هي القصبة هذه، ومزمارة المطريشي اللي هي القرون، ومزمار اللي هو الزكرة اللي هو منطقة الغربية، خاصة منطقة الغربية، ومزمارة طبعا تخش المنطقة الشرقية اللي هي بدرنا وكذا، وحتى بنغازي يعني من بدايتها من زمان. بالنسبة لموضوع الزكرة، طبعا هذه الزكرة طبعا معاكم هنا، طبعا الزكرة تتكون من طبعا هذا الرداء بتاع الزكرة، يقولوا رداء الزكرة ضروري تغطيها حشمها، عرب مغرب يقولوا حشمها. الزكرة طبعا تتكون من 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 مزمار بروحه اللي هو المطريشي بروحه هذا بقرونع. طبعا الزكرة تفرق اربع خروم وشكوى، طبعا شكوتها اللي هي من تنصنع من جلد الماعز، وطبعا يتركب لها طبعا القرون وبرنامجها وكل شيء، وتركب لها المنفاخ متاعها طبعا وكل شيء يعني فيها، وآلة شعبية قديمة جدا في ليبيا، تراث ليبي، تراث ليبي. فنحن ما نقدرش نمنع تراثنا، نحن ضروري نحيي تراثنا عند بكرة وعند بعد بكرة وعند بعد 20 سنة وعند 200 سنة. طبعا قضيه قصه المحرمه هذه، يقولوا طبعا الذكرى ديما حشمها، فنحن طبعا لما نستعملوها ضروري ان احنا نغطوها ايش بالطريقه هذه، اشتكي حتى منظرها كويس قبل الناس تحشمها. فيعني وهذه مزمار الذكرى طبعا بالوسين، وبالوس الذكرى مش كيف بالوس المزمار العادي اللي هو طبعا ينفتح بالعكس، طبعا ينفتح بالعكس. وهذه طبعا الذكرى قلنا حكينا لكم احنا عليها، وان شاء الله تكون ندير لكم نوبه تكون تنال اعجابكم من الذكرى. We'll be right back.
لله بفضل الله عز وجل. فطبعا هي المزمار طبعا تراث ليبي يعني، حياة جدي الله يرحمه يعني عاصر حميدة خنافس، يعرفوه الناس طبعا، وحميدة خنافس معروف في بنغازي هنا، هي من مضرونة المطريشي، وكان في الزوايا، ومن الزوايا انتقل الأفراح حتى هو، وكان يعني يدرش على المزمار اللي هو المطريشي. ومرة ذكرى فكان يقول لي المزمار اللي هو المطريشي والذكرى هذه مزمار يربط الليبيين في بعضهم، ويربط كذلك تونس معانا ومصر، يعني الحدود بتاعتنا تونس ومصر، وفي حتى في الأردن مزمار، لكن تونس ومصر قربنا عندهم حتى، هم طبعا اللي هو اللي يقولوا المزود تونس، المزود اللي هو نفس الذكرى هذه، بس هي 5 خروم ونحن 4 خروم اللي هو المزود، ونحن الذكرى نقوله. ايوه حتى اسمها اسم مؤنث ذكرى يعني، وهم يقولوا مزود. ونفس القصه طبعا لما تطلع ذكرى وطلع 4 خروم وكذا تعزف بها بالنغمه، طبعا تفرق 4 خروم على 5 خروم يفرق يعني في النغمه، لما تولع تشغل المزمار يعرفون ان ليبي او تونسي. ليبي يمتاز بالنغمه نتاعها، نغمه ليبيا في التراث، تراثنا واضح قاعد يعني. الفرقه طبعا لما جيت كنت نستعمل في المزمار العادي طبعا في الافراح وفي المناسبات، لقيت الناس طالبين ذكرى، الطلب لقيتها على الذكرى في الدخله في السياق في حاجات واجده. فقلت لهم كيف، قالوا لي درت طبعا تشكيله من عندي طبعا، اخوتي كلهم يعني، قلت لك الفن، قلت المشي يقول الفن يعني، قول الفن الفن. كلمت اخوتي طبعا كلهم كانوا في الزوايا وكذا، وكانوا في الفن يعني الفن، جبت معايا طبعا اخويا عامر المشاي، بن عمتي صلاح المشاي، ولد خالتي محمد المشاي، اخوي عبد الله المشاي، وعبد السلام المشاي. فجينا ولبسنا زي واحد، واتفقنا مع بعضنا ولبسنا زي واحد. كانت من ذكرى ممكن كانت زي طويل ويختلفوا في الزي، نحن لا، وحدنا الزي، وحدنا كل شيء، وخذينا الذكرى وتعلمنا كل شيء، وقعدنا مع بعضنا مع بعضنا مع بعضنا الى يومنا هذا. يعني لنا فتره فيها تو الحمد لله، يعني حتى الحجز عليها قاعد ما شاء الله تبارك الله، الناس يعني ما اشتمت تدير في مناسباتها وفي افراحها وغدواتها الا بالذكرى، يعني تراث شعبي تقدر تمنع من اي بلاد عندها تراث، كل بلاد وعندها تراث شعبي، مستحيل جيب لي حتى اي فنان قمه في العالم يقول لك لا ضروري من التراث الشعبي بتاعنا. وكذلك نحب ان نهني وتاج راسي تراثنا ليبي، تراث ليبيا تاج الراس، ورد بالكم تنسوا تراث ليبيا، واي حاجه في التراث ما نهزوش عليها ونطوروها، لان هذا تراث اجدادنا، تراث ليبيا ليبيا الحبيبه. تعرفنا على فن الذكرى واهميتها وعلاقتها بالتراث، وتاكدنا ان لن تكون هناك ثقافه ودوله دون ان يصبح تراثها معروف بدول الجوار والعالم اجمع. لنلتقي في حلقه اخرى.